الأموات والأحياء سيحضرون حفل الزفاف هذا، ولن يقتصر الأمر على المدعوين من الأقارب والأصدقاء فقط، بل متاحة لسكان الأرض. ولا ترهق نفسك يا سيدي باللباس اللائق، حيث يمكنك الحضور وأنت في منزلك. بالتأكيد ستستغربون عن أي نوع من حفلات الزفاف هذا، لكنه يا سادة أول حفل زفاف رسمي يقام في عالم الميتافيرس الافتراضي. الهنديان دينيش سيفا كومار وخطيبته جانجاناديني راماسوامي اتفقا على إقامة حفل زفافهما الافتراضي يوم 6 فبراير شباط القادم، حيث أن قيود الإغلاق في ولاية تامين نارو ستحول دون حضور المدعوين بشخصهم. فقاما بدعوة العائلة والأصدقاء فضلاً عن آلاف المتابعين على تويتر والفيسبوك. ليس هذا فحسب، بل سينضم شبح والد العروس المتوفى كشخصية افتراضية. الحفل سيكون في أجواء مستوحاة من مدرسة هوغرتس من روايات هاري بوتر، لكن العروسين سيظهران بملابس الزفاف الهندية التقليدية. المشكلة ليست هنا يا سادة، بل إن هذا العرس الافتراضي قد ينتهي بإشارة التحميل، حيث إن خدمة الإنترنت في قريتهم لن يتحمل ضغط المدعوين رغم ضعفه أساساً. لذلك قررا أن يذهبا إلى أقرب برج خلوي عالي الإشارة لإقامة وتنسيق الحفل عبر اتصال هاتف المحمول. برأيكم، هل يعتبر عرسهما فكرة مستقبلية أم خططا جهنمية؟